بدي يعني ابدا حديث واقول انه رصيف الغربه حيكون مفصله بمسيرتي انا تجاه التمثيل من اي معنى. يعني شخصيه لارا قد ما هي محببه وهي مثاليه عند الاشخاص اللي عم يحضروها، حتساهم بطريقه او باخرى انها تفوتني على بيوت الناس وعلى قلبهم بنفس ستي الوقت وخلصتي وتحببهم فيي. فهون بكون انا قطعت شوط كثير كبير له علاقه بالقبول، اللي هي انا بقول هي صفه يعني هي من عند الله بكون حاططها بكل انسان. فمجرد ما تقبلك الناس بتقدر انك انت يعني تتقمصي هالشخصيه مثل ما لازم وتخليهم يحبوها. وكثير ناس عم يوصلني مسجات كثير انه قديش في قصص مشتركه بينك وبين لارا. هلا في محلات اكيد انا تحديت حالي، وهون بدي يعني وجه تحيه للمخرج والمنتج إلي معلوف اللي امن فيي إلي ما في منه وسلمني بطلة يعني عمل ضخم. ما بدنا يقولوا انت بس ملكة جمال لبنان، وانا هيدا الشيء كنت اذا بدك انه اخده وعد على حالي وعلى نفسي انه انا هالمهنه اذا بدي يعني بلش احترفها واستمر فيها، اخر شيء بدي افكر فيه هو شكلي، لانه في اداء في احساس في 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 موهبه لازم تبين. وكان دائما يركز مخرج والمنتج اللي معروف على هذا الشيء معي، واكيد يعني فهمت معه اكثر شو معنات اداره الممثل من خلال ادارته لي بمشاهد عديده، طلع مني قصص وانفعالات كثير حلوه خدمت الدور. فهالكومبينيشن والباكج كلها اللي توفرت لي الى جانب الكاست المحترف اللي كان، ما بدي انسى كارمن لبو كثير متواضع وانسان يعني على السات قبل ما يكون فنان باخلاقه وباداء ساندتني، الى جانب الممثل علي منيمني طبعا اللي يعني كان متعه الشغل معه، استفزني كثير بمحلات معينه، تحداني ممثل يعني محترف بكل معنى الكلمه، الي حبيب قلبي محلات معينه. يعني هو حيكون صديق مقرب يعني بمحل معين، بس عمار يعني شهدت فيه يعني وقت صمت الحب عن جد كان كثير مساندني، وكانت بداياتي معه يعني وجهه كان كثير خير علي. بدي اقول لك شيء، هلا اكتشفت معه انه التمثيل فعل ورده فعل. كنت حس كل ما اكون بالمشاهد هو بوجهي ويصرخ مثلا او يستعمل صوته او تعابير الجسم، كنت انا لا شعوريا يجي الاحساس الصح اللي لازم اعمله، لانه ليه عملت رده فعل على الفعل تبعه. بس في محلات كثير تضايقت، صار يوصل لي مسجات من مراهقين انه تركهم حبيبهم وبدهم ينتحروا مثل ما انتحرت جنى. هلا إذا بقول لك قد خفت وقد توترت، لأنه الناس اللي بتحبك هالقد بتتاخد وهالقد بتتأثر فيك، بصير بدها تعمل مثل الكاركتير. تذكر على الفيسبوك ماسنجر بصرت أبعت فويس بصوتي قل لهم جنى راحت لعند اللي بتحبهم، لأنه أمها وبيها وإختها كلهم هونيك. أنا بوقتها يعني قلت الانتحار كان قوة مش ضعف بهالمرحلة، لأنه هي حست أنه هي ما بقى لها شغل بهالحياة، بدها تروح على المحل الافضل. فانا يعني انا ترجمته كقوه، بس كثير ناس يعني تعرضت لي وقالت لي انه لا، انه هون في انت ضعف عم تحكي عن انه انتحار، انه عم تنهي حياتك وما حدا بحق له ينهي حياته. هيدا الشق اللي انا وقعت فيه، يعني صرت مع انه انا يعني انا بس خلصت المسلسل ما عدت بررت لها لجنى شو عملت. بالذنب بخلي شخص ينهي حياته ولا شيء، هيدا يعني انت هون عم تغضب ربك اولا واخيرا. ثاني شيء ما في شيء بالكون بيستاهل، لانه يعني هيدا نعمه، يعني الحياه نعمه لازم كل واحد يشوفها بطريقته ويشوف امل بمحل معين، لو قد ما كان هو مارق بظروف صعبه، بس انه ننهي حياتنا بهالشكل لا. مثل اي علاقه بتصير، تعلمت هلا شغله انه يعني دائما الواحد يتأنى ويتروى بانه يعلن عن قصص معينه لها علاقه بحياته الشخصيه، لانه مشان ما اسحبهم. يعني كنت انا مفروض أعطي القصة وقتها أكثر، ما أعلن عن الموضوع، لا أتأكد من كل شيء. مثل أي اثنين ما بيتفاهموا وما انسجموا. ليك خليني أقول لك شيء، الزواج مش مثل ما الناس بتفكر إنه إذا صار في قصة حب أوكي بتأدي لزواج. أنا اكتشفت العكس، اكتشفت إنه الزواج مش بس قصة حب، الزواج أكثر بكثير. واللي ما بيفيق على هالقصة بدو يتعذب، بدو يمرق بمشاكل، بدو يطلق at some point. أنا تجنبت كل هول بقرار أخدته إنه تصرفت بعقلي، شفت الأمور رايحة على المجهول بقى خلص، إنه مسكر الطريق عايش بحالة حب دائما. يعني أنا حب الأول والأخير دائما لعائلتي، اللي بشكر ربي على النعمة اللي عطاني إياها. لا لا, لا.
ليك كثير محبتهم عن جد، بنبسط فيها كثير. ليك بدي اخبرك شيء بضحك، بيوصل لي مسجات هلا عن رصيف الغربه، انتبهي هيدا كمال بده يعمل فيك ضرب، وليك هيلو الحكيم مشوه ببيته، وهيدا نديم اللي انت كنت تعرفيه وهو صغير بس ما تقولي انا خبرتك. كثير بتضحك وانا بنبسط قد ايه الناس متعاطفين معي، عايشين القصه اكثر مني، يعني بقراهم وبضحك، بعلق لهم، ببعث لهم قلوب، في كثير تفاعل الحمد لله على رصيف الغربه. صرت هلا مؤخرا يعني الشيء اللي بقدر رد عليه دائما برد عليه، ما بتجاهل حدا. ليكي هو عم يوصلني العكس، او قالوا لي انه كمشهم بالاول الافتتاحيه كانت كثير القصه انه هن صغار وافترقوا وكبروا، بمحل بالنص صار في اذا بدك اكثر انه لتنكشف الشخصيات اخذت وقت يعني، بس انه عم يوصلني تعليق انه بدنا اكشن اكثر، بدنا نعرف شو حيصير. طبعا يعني كل حدا انا برايي عن جد كل ما تميز واعطى شيء مش موجود عند غيره، كل ما انت عن جد بيكمشك هالشيء وبتقدري تحضري اكثر، وهالمطلوب يعني الدراما محل بيساع هالقد. مش صارت هيك، انا بعرف على صعيد شخصي لنادين والتقينا كذا مره، وقتها يعني كنت بعرسها وبعدين كنا دائما مع المناسبات نلتقى، ما قالت لي بالحرف الواحد انه بشجعك على التمثيل، بس انا وقتها كنت اسالها اخذت اذا بدك الجود اكزامبل من شخص موجود بهالدومين، وبلس انها هي جايه من نفس الخلفيه اللي انا جايه منها، يعني ما انا دارستها، وشفت انا انه المثابره وانه واحد يشتغل على حاله بتوصلك بمحلات. لازم يقولوا هيك، ما بعدنا عم نحكي انه الساحه بتساع الكل، مش مفروض هالتفكير ولا هالعقليه تكون موجوده عندنا نهائيا، لانه بالعكس نحن عطشانين لناس جداد ولمواهب جديده ولروح جديده بهذا الوسط. بحب تابع كل شيء، يعني انا رصيف الغربه اكيد بدي احضره على 8:30 بتوقيت بيروت. طيب بشوف وين الاعادات وبحضر. انا بحرص اني احضر اول شيء، هذا بيغنيك على الصعيد الشخصي انك انت تشوفي كيف عم يلعبوا يعني ممثلين محترفين. زياده عن هيك انا بحب الحبكات الجديده والقصص الحلوه اللي يعني منا تقليديه، فبتطلع انه كل شهر انه برمضان دائما بيعملوا انتاجات هيك سبيشل انه يكون في قصص حلوه تنحضر. يعني هلا اذا التارجت تبعك الجيل الجديد الشباب لتكمشيهم اكيد بدك تروحي على المنصه، بس في ناس ببيوتها يعني بنحكي جينيريشن اللي هو الخمسين وطلوع بركة او ستين وطلوع بتحب التي في، يعني الحلقه دائما انه ما تخليكي انه تزهقي او تملي، لا تنطري الحلقه اللي بعدها. اهم شيء دانيلا كمان صديقه ومتابعه اكيد، اي بدي احضر. عملوا ثنائي حلو يعني هون عم برجع ما اوقات منهم ثنائيين، لا يعني ثنائي باي معنى هالقد مختلفين عن بعض، عم ينجمعوا بنفس العمل، كل حدا عم يعطيك شيء بعيد 180 درجه عن الاخر، وهذا الحلو، يعني ما في تشابه بالشخصية. انا بحياتي ولا مره بفكر هيك، كنت محل تاني، ما هلا ولا مره. انا حدا يعني اللي بيعرف، ما بحب احكي عن حالي، بس اللي بيعرفني بيعرف قديش اني شفافه وصادقه، ولا مره بتجامل لاحصل على شيء، او هلا بالنهايه الحياه اكيد مصالح at the end of the day especially بمهنتنا، فمش غلط انك تكوني دبلوماسيه بمحلات معينه بتسهل لك اموري. هلا لا ما في تواصل، بس ما عم بتذكر اللي عم تقولي لي اياه. ليكي هو الاسلوب المهم اللي هو مثل العلاقات الاجتماعيه، هلا انت بتجي بدك توصلي رساله لشخص، في طريقه بتقوليها بتعلقه مشكل، في طريقه نفس الفكره بتوصل بس باسلوب لطيف حضارة ما بتعلقه، فهو الأسلوب اللي بيتحكم بالحياة. يعني إذا هالنقد عم ينحكى بطريقة مبين أنه صاب بنقد بناء اسمه، أو أنه نحن عم نحكي عن شيء ظاهر وواضح، أوكي ليه بده يزعل الممثل؟ بالنهاية ما في عمل حتجمعوا عليه الناس أنه حلو، يعني في أزواج، ناس هتحب ناس ما تحب. أنا بحبها لأمي، حبيتها بوقت أشرقت الشمس، وحضرت لها ثورة الفلاحين كمان كان دورة، ايه ليش لا؟ يعني انا بعتقد عندها طول كفاية. ليكي حتى مش بس هيك، بعتقد يكون دورة له علاقة بشي هيك يمكن تورجي او لانه كتير بيلبق لهذا. ليكي كل حدا اعطى شيء، ما في هلا انا بعدني بتذكر كتير الجزء الاول من الهيبة، لانه كان حالة درامية جديدة الناس كلها تسمرت قدام التيفي لتحضر، هذا غير انه نادين موجوده فيه، بس هو كان بعده جديد يعني كفكره وكجبل وك
هلا مع تقدم الاجزاء صار في اكيد حبكات جديده، بس بعده اول جزء هو اللي كامش. حبيت كثير اللي فيه سيرين، رجعت لانه كمان اضفت هيك عليه شيء نكهه جديده يعني، ونصتها سيرين عبد النور كثير حلوه، زياده عن انه كان في نوع من الشيء الجاسوسيه وهيك، فكمان ات واز نايس. ديما عند لفت مغرومه فيها انا انا بدك خلص الوقت.